بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فقد انتهى بنا الحديث في المجلس السابق الى قول الحق تبارك وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة تأتي مصداقا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من قوله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. والمقصود قد أوردنا لهم من المواعظ والدلائل والآيات والعبر الدالة على وحدانية الله وألوهيته ما يمكن أن يهتدي بمثله من أراد الحق. فالله سبحانه وتعالى قد نوع دلائل القرآن ومواعظه، بين دلائل دنيوية وأخرى أخروية ونفسية واجتماعية ولغوية وتاريخية، بل ذكر أنواع من الدلائل في عالم الآفاق وفي الأنفس وفي كل جانب من جوانب الحياة. وهنا يذكر الله عز وجل واحدة من هذه الدلائل الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعه في خلقه الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس أي يقبضها بإخراجها من أجسادها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها. إذن للنفس نوعان من الخروج: خروج كلي أو وفاة كلية، وخروج جزئي أو وفاة جزئية. فالوفاة الكلية هي خروجها حين يحين أجلها بمفارقتها للجسد مفارقة كلية. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والتي لم تمت، يعني والتي لم يحن أجلها وموعد وفاتها، يتوفاها أيضا. متى؟ في منامها. ولكن هذا التوفي أو هذا الإخراج يكون جزئيا لا كليا، بحيث يكون للنفس تعلق بالجسد، يبقى للنفس تعلق بالجسد بنوع من التعلق، بدليل أن النائم لا زال يتنفس، ولا زال يتحرك، ولا زال يسمع، وكل هذا إنما هو من ماذا؟ من أثر تعلق الروح بالجسد. إلا لو فارقت الروح الجسد تماما لما بقيت فيه حركة ولا سماع ولا نفس، أليس كذلك؟ إذن الله تبارك وتعالى يذكر هنا أنه يقبض الأرواح، يقبضها حال الوفاة قبضا كاملا كليا، ويقبضها حال النوم قبضا جزئيا. هل النفس هي الروح ولا هل هي مسميات لنفس الشيء؟ هل النفس هي الروح ولا هما مسميان لنفس الشيء؟ النفس والروح أحيانا
تأتي الروح في القرآن ويطلق عليها النفس، يعني تأتي النفس والروح معنى واحد. وأحياناً تأتي النفس ويكون معناها الجسد، وأحياناً تأتي النفس والمقصود بها الجسد والروح، تمام؟ فلفظ النفس في القرآن أوسع من لفظ الروح. الروح يطلق على هذا الكائن الشفاف الذي يجري في الجسد، حقيقته الله أعلم به. ولهذا يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فأحيانا تطلق في القرآن ويقصد بها الروح، كما في هذه الآية الله يتوفر الأنفس حين موتها، الأنفس المقصود بها الأرواح، تمام. وقد تطلق النفس في بعض المواضع المقصود بها ماذا؟ الروح والجسد كله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قتلا نفسا بغير نفس، المقصود هنا ماذا؟ الروح. لا، قتل نفسا، قتل يعني إنسانا أهلكه، فالمقصود بمجموع روحه وجسده، واضح الكلام. إذا لفظ النفس في القرآن أوسع من لفظ الروح. أحيانا تأتي النفس بعد الروح كما في هذه الآية، وأحيانا يأتي لفظ النفس ويطلق على ماذا؟ أحيانا يطلق على الجسد، وأحيانا يطلق على الروح والجسد، وأحيانا يطلق على الروح فقط. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، تلك التي كتب وحكم عليها بالموت حكما قدريا لا تعود إلى جسدها إلا متى؟ إلا بعد البعث. وأما التي لم يحن أجلها فإنه يردها إلى الجسد إذا أخرجها حال النوم. ماذا يقول الله عز وجل؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها في عالم الغيب، الله أعلم. أرواح المؤمنين فعليين وأرواح الكفار في سجين. وأما حال النوم فإن الروح تعود إلى الجسد متى؟ عند الاستيقاظ. وإذا استيقظ الإنسان حالت روحه. وهذا الأمر إنما ذكره الله هنا لما؟ أولا ليقدر عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وليلفت أنظار العباد إلى هذا الأمر العجيب الغريب الذي لم يدركوا كنهم ولم يدركوا ذلك، لأنهم سألوا عن هذا الأمر، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهذه الأرواح التي في أجسادهم هم لا يستطيعون التحكم فيها ولا السيطرة عليها ولا إدراك حقيقتها وكونها ولا خواصها ولا يدركون مادتها، فكل ذلك إنما هو من أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا تحدى الله عز وجل البشر بماذا؟ إن كانوا يستطيعون أن يسيطروا على هذه الروح، ماذا يقول الله عز وجل؟ ها؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني هل تستطيعون أن تسيطروا على هذا الروح وأن تردها في الجسد فلا يعني يموت هذا الإنسان؟ لا. ويمسك التي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل، ويمسك التي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى يعيدها في جسدها. وهذه الظاهرة قلت لفت الله نظر إليها الأمر الأول لبيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى وبدء خلقه الذي تحار به العقول. الأمر الثاني ليلفت الأنظار إلى أمر البعث، فإن النوم أخو الموت والاستيقاظ أخو البعث. الإنسان إذا نام مات موتة صغرى، أليس كذلك؟ ما
ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من السيكر قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم موطن أصغر وقبض الأرواح وإخراجها موطن أكبر، يعني حال الموت. وكذلك كما يستيقظ الإنسان سيبعث، فينبغي أن يتنبه وأن يعني يتأمل بديع صنع الله وعظيم قدرته فيه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتأملون في عظيم صنع الله عز وجل. إن في هذا دلالات على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى وحدانيته، فلا يمكن أن يصنع هذا الصنيع أو أن يقدر عليه إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أم هنا بمعنى بل؟ أم اتخذوا يعني بل اتخذوا، من هم؟ الكفار، كفار قريش وغيرهم. بل اتخذوا، أم اتخذوا بمعنى بل اتخذوا من دون الله شفعاء يعني آلهة يعبدونهم بدعوى أنهم سيشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في هذه السورة يقول الله عز وجل ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليشفعوا لنا عند الله. طيب، هل هذه المعبودات أهلا لما اعتقده هؤلاء فيها؟ ها؟ الله يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ بماذا رد الله عليهم؟ ها؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني أولو كانوا على هذا الحال تتخذونه شفعاء؟ ها؟ أنت الآن تذهب لتستشفع بمن؟ شخص يسمع. ها؟ بشخص يسمع يبصر يتكلم عنده القدرة على أن يشفع. أما الذي لا يستطيع أن يشفع فهل يصنع أن يكون شافعا؟ فهؤلاء ماذا يقول الله عنهم؟ قل أولو كانوا، أي هؤلاء الذين تعلقتم بهم، لا يملكون شيئا. طيب، فالذي لا يملك شيئا هنا قال لا يملكون شيئا، أي شيء؟ فالشيء هنا نكرة في سياق النفي، يفيد ماذا؟ العموم، يعني لا يملكون أي شيء. ومن هذه الأشياء التي لا يملكونها الشفاعة، فالذي لا يملك الشفاعة كيف يسألها؟ كيف يطلب منه أن يشفع؟ أو ينتظر منه أن يشفع؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ الذي لا يملك يعطيه، فاقد الشيء يعطيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فما داموا لا يملكون فهل هم أهل لأن يشفعوا؟ الجواب لا. قد يقول قائل طيب الذي ما يملك الآن ربما يستطيع أن يملك غدا، صح ولا لا؟ الذي لا يملك الآن قد ماذا؟ قد يتغير حاله ويملك غدا. لكن هؤلاء هم أهل لأن يملكون ولا يعقلون. ماذا يقول الله؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا اليوم وليسوا أهلا لأن يملكوا لأنهم لا يعقلون. العقل يملك ألا معذرة، غير العقل يملك؟ ها؟ لا. الآن السفيه الذي فيه بعض العقل وبعض التصرف هؤلاء، هذا ماذا؟ هذا لا يقدر عليه ولا يجوز تصرفه، أليس كذلك؟ يقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويقول الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق أو صغيرا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي والعالم. إذن إذا كان سفيه ما يصلح أن يمل هو، إذا ينبغي أن يمل غيره. فكيف إذا كان لا يعقل أصلا فهل يمكن أن يملك؟ إذن هم لا يملكون وليسوا أهلا لأن يملكوا، وما داموا كذلك فلا يعقل أن يكونوا شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون تتخذونهم شفعاء. ثم قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك فوق لله. ولهذا لا يمكن أن يشفع عند الله
إلا من كان أهلاً للشفاعة. والله عز وجل قد جعل للشفاعة ضوابط وشرائع، أليس كذلك؟ ما هي؟ أن يرضى الله عن المشفوع له، وأن يأذن للشافع من يشفع، أليس كذلك؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن هؤلاء الكفار اجتمع فيهم المنع من شركين. الجانب الأول أنهم هم أصلاً لا يشفع فيهم، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهم أصلاً لا يمكن أن يشفع فيهم أحد. الأمر الثاني أن الذين تعلقوا بهم يدفع لهم لا يملكون الشفاعة، فالشفاعة ممتنعة على كلا الطرفين، ممتنعة في حقهم من جانب أنهم أصلاً لا يمكن أن يأذن الله لأحد أن يشفع بهم. واضح الكلام؟ ثم أيضاً هؤلاء الذين تعلقوا بهم يشفعوا لهم لا يمكن أن يشفعوا، فمن أين يأتي هذا الأمر؟ ولله شفاعة جميعاً، هو الذي يملك أمرها، فيأذن لمن أراد أن يشفع ويمنع من أراد سبحانه وتعالى. والشفاعة عند الله ليست شفاعة عند غيره، أليس كذلك؟ والشفاعة عند غير الله وقد تحصل بإذن، أليس كذلك؟ يعني واحد يبقى يوصل لواحد أو يشفع عنده، هل يأتي يقول يا فلان أستأذنك حتى أشفع عندك؟ ها؟ بل ربما تأتي الشفاعة في صورة شفاعة ويحقق في صورة ما؟ في صورة أمر، صح ولا لا؟ عندما يأتي إنسان من درجة عليا إلى من هو أدنى منه فيشفع عندهم، هو بالحقيقة إيش؟ بس هو تلطفا وتأدبا يقول أنا أشفع عندك، ولهذا ما يستعني منه. يعني عندما مثلا يأتي أمير أو ملك عنده واحد من الرعاية من عامة رعيته فيشفع عندهم، ماذا يصنع؟ يعني لن يجد مده إلا أن يطول لهم. أما الشفاعة عند الله فلا، لا بد فيها من ماذا؟ من يأذن الله أولا لهذا الشفع أن يشفع، ثم يأذن أن يشفع بهذا المشفوع فيه. ولله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن ملك الدنيا له وملك الآخرة له، فمن ذا الذي سيتألى عليه؟ ولهذا قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا من جليل وعظيم منزلته سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكفار كانوا إذا ذكر الله انجفلوا وصدوا وانصرفوا، فإذا ذكرت آلهتهم أقبلوا واستبشروا. فقال الله عز وجل عنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت، يعني ايش اشمأزت؟ انقبضت رفضت. وسبحان الله، هذا حال الكافر وحال الفاسق والعاصي فيه شبه منه. هذا بعض الناس الآن إذا وعظ أو ذكر بالله عز وجل ماذا؟ تنفر نفسه تنقبل. لما؟ لما في قلبه من الفساد. بعض الناس عندما تشبعه محاضرة مثلا يقول لك يا أخي لا تشوف يعني تزعجها الآن أو لا كذا أو لا يحب أن يسمعها، لكن إذا سمعته صوت يعني رأيته ما يهتز وينتشي وكذا. والكافر أسوأ منه في هذا الأمر، ولهذا عند ذكر الله ينفرون ويشدون. وإذا ذكرت آلهتهم إذا هم يستبشرون. أما المؤمن فإنه ما ها؟ إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل إليه بهذا الأمر. فالله يقول له: قل يا محمد، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون. انظر هذا الأمر، انظر إلى أي شيء أمر الله رسوله أن يتوسل به. أمره أن يتوسل إليه أولا، اللهم ما معناها؟ يا معناها يا الله، حذفت النداء وعوض عنها بماذا؟ بالميم، فأصبحت اللهم، ومعناها يا الله. فاطر السماوات والأرض يعني خالقها وموجبها من غير مشاركة من أحد. ومن يدل على هذا؟ الأمر الثاني عالم الغيب والشهادة، وهذه إحاطة بالزمان والمكان، إحاطة بالزمان والمكان. فالإحاطة المكانية في قوله ماذا؟ فاطر السماوات والأرض، والإحاطة الزمانية قوله عالم الغيب والشهادة، وأيضا هي إحاطة من جانب القدرة والعلم. القدرة في أي مكان؟ في قوله فاطر السماوات والأرض، والعلم في قوله عالم الغيب والشهادة. وهل هناك أعظم من هذا؟ هل هناك أعظم من أن تتوسل إلى الله عز وجل بعظيم قدرته وشمول علمه المحيط بكل شيء؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يستفتح صلاته بعد أن تبدأ تكبيرة الإحرام بماذا؟ بهذا الدعاء، فيقول ماذا؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر الذي أمره الله به، فيتوسل إلى الله بهذا الدعاء العظيم في أعظم مقام، حين يقف بين يدي ربه في صلاته في جوف الليل. فإذا كبر قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر عظيم، فالله يعلمه كيف يتوسل إليه. وهذه الآية لو تأملنا أين تأتي؟ تأتي بعد آيات الشفاعة، أليس كذلك؟ الشفاعة التي نفى الله عنها عن الكفار، فبعد أن نفى شفاعة تلك المعبودات لمن عبدها وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوسل إليه ويستشفع عليه بعظيم صفاته ودليل أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني مما يتوسل به ماذا؟ أسماء الله وصفاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا، لو كما يقول أهل العربية حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع امتناع، يعني ايش حرف امتناع الامتناع؟ هي التي يمتنع جوابها لامتناع شرطها. يعني تقول مثلا: لو ذاكر زيد لنجح. هل هو نجح؟ وما نجح، ليش ما نجح؟ لانه مثلا، فالامر كله ممتنع، لكن امتنع الجواب امتناع الشرع. وهنا ماذا يقول الله عز وجل؟ ولو أن للذين ظلموا، يعني الذين كفروا، ما في الأرض، يعني ملك ما في الأرض جميعا، ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. هل لهم ملك ما في الأرض ومثله معه؟
لأنهم لا يملكون شيء، أليس كذلك؟ إذن هل هم سيفتنون يوم القيامة؟ الافتداء ممتنع، لماذا؟ لامتناع الملك. طيب فلما ذكر الله هذا الأمر؟ هذا افتراض لا يقع، ولكن الله أراد أن يبين حرارة موقف الكفار يوم القيامة، وأنهم يحاولون أن يتخلصوا مما وقعوا فيه بكل شيء، إلى درجة ماذا؟ أنه لو كان لهم ملك ما في الأرض كله ومعه مثله لقدموه فداء لأنفسهم. وفي موضع آخر ماذا يقول الله عز وجل؟ يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ لمن؟ ومن في الأرض جميعا. يعني لو أنه استطاع أن يدخل كل الخلق في جهنم ليأكلوا لبعض، لعظيم مالك ذلك اليوم. إذن هذا افتراض لا يقع، وإنما أراد الله أن يبين به ماذا؟ عظيم العذاب الذي يحصل للكفار، فهم يحاولون أن يتخلصوا منه ويبحثوا عن منجا، ولو قدموا ماذا؟ يعني كل ما في الأرض مثله معه لو كانوا يملكونه، ولكنهم لا يملكون هذا ولا منجا لهم في ذلك اليوم. قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم أي ظهر لهم مثل عند الله، عند العذاب، عند الموت. أحسن. إذن هم في يوم القيامة لن يستطيعوا أن يتخلصوا مما هم فيه من العذاب، وستكشف لهم الحقائق متى؟ لحظة موتهم. ولهذا ماذا يقول الله؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما؟ لأن أكثر المعرضين يعتقدون أنهم على ماذا؟ على الحق. أكثر أهل الباطل يظنون أنهم على الحق، يعني الذين يعلمون الحق ويكابرون هؤلاء القليل، مثل من؟ كفرعون أبو جهل مثلا، وكعلماء بني إسرائيل من اليهود، هؤلاء ماذا؟ هذا يعلمون الحق تماما، يعرفون ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن كثير من اهل الكفر اليوم مقيم على كفره وهو يظن انه ماذا؟ على الحق وهو على الباطل، فمن تتكشف له الحقائق؟ عند الموت. لهذا قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يتوقعون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، اي جزاء ما كسبوا، وبدا لهم اي ظهر لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم جزاء ما كسبوا. وانما سماه الله سيئات لما؟ لان الجزاء من جنس، فلما كان كسبهم سيئ كان جزاؤه سيئ. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما الذي احاط بهم؟ العذاب يوم يغشاهم العذاب، ومن تحت أرجلهم. إذن هذا العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا حين كانوا يقولون عدل لنا كفرنا قبل يوم الحساب، وأمثال هذه الأقوال، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإنما قالوا ذلك استهزاء واستخفافا. هذا الأمر الذي كانوا يقولونه سيحيط بهم في يوم من الأيام، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم وحاق بهم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، هذا حال الكافر. نحن قلنا في هذه السورة ذكر الله عز وجل حال المؤمن وحال الكافر، فالكافر متقلب في حال النعمة يكفر،
في حال البلاء يجأ ويعبد. هنا يذكر الله هذا الأمر ولكن يذكره من جانب آخر. يقول الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا إنسان به الكافر، يعني إذا أصابه بلاء في نفسه في جسده في روح في أهله في ماله اهتدى إلى الله عز وجل. ثم إذا خولناه نعمة منا إذا أنعمنا عليه بعد ذلك قال إنما أوتيته على علم. يعني من؟ يعني جحد نعمة الله عليه وكفر بها ونسبها إلى نفسه. فأنكر صاحب يعني أنكر فضل صاحب الفضل هذا أولا، ثم كفر به، ثم نسب ذلك الفضل وتلك النعمة إلى من؟ إلى نفسه. قال إنما أوتيته على علم، يعني ما يعني إنما حصلته بمعرفتي على تحسينه بقدراتي بمواهبي، أنا صاحب ذكاء وفطنة استطعت أن أحصل هذه النعمة وليس لأحد عليه فضل ولا مني، فهو ينكر فضل الله عليه ويسيبها إلى من؟ إلى نفسه. ماذا قال الله عز وجل؟ بل هي فتنة. الضمير على ماذا يعود؟ بل هي قالوا إما أن يكون الضمير يعود على ماذا؟ على النعمة التي قال الله عن ثم إذا خولناه نعمة منا. فالنعمة فتنة يعني إيه؟ يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فالله أنعم عليه بهذه النعمة ليبتليه، هل يشكر عبده؟ هذا القول. القول الثاني بل هي فتنة أي كلمته، أي كلمة التي قالها إنما أوتيت على علم. إذا فتنة إيش معناها؟ يعني كفر، لأن الفتنة في القرآن تأتي بمعنى الكفر وتأتي بمعنى الاختبار والابتلاء وتأتي بمعنى العذاب. فإذا بدا الضمير يعود على النعمة فمعنى فتنة يعني ابتلاء من الله واختبار له. وإذا قلنا لا الضمير يعود على كلمة التي قالها بل هي فتنة. ها؟ أيوه فيكون فتنة هنا بمعنى ماذا؟ كفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أنهم إنما أعطوا هذه النعم ابتلاء واختبار. ولهذا كثير من الناس يتصور ماذا؟ أن النعمة أن إنعام الله عليه دليل على رضا الله عنه. ها؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. ماذا قال الله؟ كلا ليس كذلك. فقد يكون تضييق الرزق رحمة من الله، وقد يكون توسيعه يعني فتنة، بل هي ربما تكون ماذا؟ استدراج من الله عز وجل لهذا الإنسان. قد قالها الذين من قبلهم. من هم؟ من الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ قارون. قد قالها الذين من قبلهم مقصود به مين؟ قارون. حين أنعم الله عليه قال ماذا؟ إنما أوتيته على علم عندي. قال له قوم ولا تفرح ان الله لا يحبه وابتغ فيما اتاخ الله دارا الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. بما رد عليهم؟ قال انما اوتيته على علم عندي. هنا يقول الله ان هذا الكافر وهذا حال كل كافر هو يشبه حال من؟ حال الاستاذ الكبير في الكفر والضلال. من هو؟ قارون في جانب النعم. فقارون أعطاه الله من النعم ما تعدد العصبة كل القوة عن حبل مفاتحه، ومع هذا ما شكر الله ولا ذكره بل طغى وبغى وتجبر وأفسد وظلم بني إسرائيل فخصب الله به وبذلك الأمر. يقول الله عز وجل قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هل نفع قارون ماله وكسبه؟ هل أنقذه من عذاب الله وعقوبته؟ لا والله. فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني فأصابهم جزاء ما كسبوا في هذه الدنيا. والذين ظلموا من هؤلاء الكفار
سواء الذين كانوا على وجه البسيطة حين نزول هذه الآيات أو كل ظالم بعد ذلك، والذين ظلموا من هؤلاء يعني من الكفار بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبهم سيئات ما كسبوا، سيصيبهم متى؟ إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، ولكنه واقع بهم لا محالة، وما هم بمعجزين. هل سيفلتون من عقوبة الله؟ ها؟ أين سيفر الإنسان؟ سبحان الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا فملاقيه، أنت بنفسك تذهب إليه. ها؟ أو كسراب بكاعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والمفاجأة وجد الله عنده فوفاه حسابه. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يعلموا من؟ ها؟ كل الناس، كل أحد، كل عاقل يخاطب بهذه الآية. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ طيب ما ضابط هذا البسط؟ الله يبسط يعني يكثر الرزق لمن يشاء، ويقدر يعني يضيق على من يشاء. الناس ليس كلهم على درجة واحدة من الرزق، فتجد هذا ماذا؟ صاحب ملايين، وهذا صاحب مئات، وهذا صاحب قلوب، وهذا ربما ما عنده شيء، أليس كذلك؟ ما ضابط هذه القضية؟ الإيمان أو الكفر؟ ها؟ هل ضابطها الإيمان والكفر؟ ها؟ لا. يعني المؤمن يرضيك الله والكافر لا يرضيك الله؟ لا. الآن أحيانا تجد بعض الكفار يملكون ما تملكه الدول، هو كافر، أليس كذلك؟ إذا ليست هذه، إذا ما هو الضابط؟ ها؟ الله أعلم. إيش الضابط؟ الإيمان. أي إيمان؟ ضابط إيمان. في الرزق، في توسيع الرزق وتضييقه، في ضابط معين؟ لا. يعني في قاعدة معينة؟ نستطيع أن نقول والله من كان كذا أعطاه الله كذا ومن لم يكن نعطيه؟ الرضا، الرضا بما قسم الله. ترون الضابط ذكره الله في الآية. شو قال؟ في الآية. ماذا يقول الله عز وجل؟ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. إذا الضابط مشيئة الله. بس هذه غير كذا. مشيئة الله وإرادته. طبعا وهذه المشيئة العظيمة وراءها علم وحكمة أنت لا تدركه. واضح الكلام؟ قد الله عز وجل يضيق عليك حتى يدخلك الجنة. نعم، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأعطيته. فأيما أضلك، تكون غني تدخل النار، ولا تخليك فقير في الدنيا هذا تدخل الجنة؟ ها؟ لا، فقير وتدخل الجنة أحسن، الله يعلم هذا. يعني سبحان الله، تأمل قصة موسى مع الخضر حين حصل ما حصل، ماذا قال؟ يعني طبعا الخضر صنع أمورا هي في مقاييس العقلاء يعني غير مقبول. يأتي فيبقى الغلام، ويأتي فيغرق السفينة، ويأتي فيبني جدار في قرية أهلها من أبخر الناس. طيب يعني أنت الآن هذول أساءوا إلينا، ليش تشتري إليهم؟ وليش تقتل هذا الغلام؟ ليش تفعل كذا؟ في ظاهر الأمر الأمر غير مقبول، يعني عندما تفكر بعقلك أن القاصر تقول هذا الكلام، يعني لو كان غيره لك أولى. ولهذا موسى كل في كل مرة ماذا؟ يعتذر. ماذا قال له الخضر؟ يعني في قضية السبيل،
الغذاء الغلام التي هي مناسبة لموقف هذا المكان. ماذا قال؟ قالوا أما الغلام فكان فخشينا أن يرهقهما طغيانا. إذا الله موت الولد هذا وهو فلت فؤادهم يعني ويمكن يكون هو الولد الوحيد الذي تعلموا به. ليش؟ رحمة بهم، لأن هذا الولد لو عاش ماذا سيصنع؟ سيلقي بحياتهم إلى جحيم بل ربما أدخلهم في الكفر. ولهذا حصل ما حصل مع أنه في ظاهره مكروه. ليش؟ لأن الله أراد أن يرحمه. ولهذا أنت ربما يسلط الله عليك مرض ما تدري إيش السبب، ربما الله عز وجل ابتلاك به ليحول بينك وبينه وبين الموت، وربما ابتلاك به ليرفع درجتك، وربما ابتلاك به ليسمع منك التذلل والتواضع والدعاء والجار إليه والتواضع بين يديه. فهو ابتلاك محبة لك ولا بغض لك؟ أنت لا تدري. ولهذا ضابط سعة الرزق وضيقه ما هو؟ مشيئة الله. ولهذا لماذا ختم الله الآية؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتذكرون يعقلون يتدبرون. هذه كلها لا تعرفنا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. القضية هذه ما فيها إلا تسليم. ليش؟ لأنه أنت لا يمكن أن تعرف أسرارها. ما عندك إلا ماذا؟ أن تسلم بالله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أن المتصرف بهذا الكون هو الله عز وجل، وأن كل ما يحصل فيه فبمشيئته سبحانه وتعالى النافذ. لكن هذه المشيئة ليست مشيئة فوضوية استغفر الله أو عبثية أو ظالمة، لا والله، ولكن وراءها حكمة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا اعلم أن ما اختاره الله لك خير من ما تختاره لنفسك. دائما الله عز وجل لا يقضي قضاء للعبد المؤمن إلا هو خير له، وإن كان ظاهره ماذا؟ ها؟ أن فيه نعمة ومصيبة. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته صراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد من غيره. ولهذا إن جاء خير فاشكر لله، وإن جاءك بلاء فاحمد الله، فكله خير لك عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة إذا قبضوا ابن المؤمن أقبضتم ابن عبدي أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون أي رب؟ فيقول لهم فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. فيقول ماذا؟ ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لهذا قد يزع الله من بين يديك فلذة كبدك. ليش؟ ليقدمه لك أمامك في الجنة. تمام. فالذي ذهب إليه الولد سيرده من الدنيا، والذي حصلته أنت بسبب هذا الذهاب خير لك من الدنيا. لكن هو أن نرضى وأن نسلم وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما يقضي لنا ما هو خير، وإن كان في ظاهره ماذا؟ شر ولا. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا وتعلم منا وللمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.